السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هالة؟ ازي حضرتك؟ الله عاملة ايه؟ يبارك فيك، الله يكرمك يا حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب. بنحبك حب غريب بصراحة، يعني ربنا يخلينا ليكي كده. الله يكرمك يا ام مازن حبيبتي. يا رب يخليك كده، بنحبك في لله في لله كده، حب كده من اي حاجة والله. ربنا يبارك فيك ويجمعنا على الخير يا بنتي يا رب، اللهم امين. آمين ربنا يخليك. أنا كان عندي مشكلة كده ومش عارفة بصراحة، عملت جميع المحاولات مع عندي ابني عنده 10 سنين تمام. بس كان بيروح دار كده من ساعة موضوع الكورونا، لما كل أي دار اتقفلت. تمام، يلا يا مازن راجع القرآن. ماشي يا ماما حاضر، يلا يا مازن ماشي يا ماما حاضر. يمسك يعني الناس لما بيقرأ، طب يلا نقرأ جماعة مع بعض. مفيش، يلا صلي ساعدني في أكتر حاجة يا دكتورة. صلي ماشي يا ماما، يلا عايزين نصلي مع الجماعة. اشرب تجيبي بنت تقولي مرة واثنين وثلاثة مرة. طب يلا حبيبي تقص الصلاة واجيب له بقى ايه؟ اجيب له يعني عقاب تأخير الصلاة. مفيش خالص حبيبي، عشان بابا يشوفك، عشان تدعي لبابا، عشان بابا يقول. طيب قولي لي يا ام مازن، قولي لي يا حبيبتي، هو ده الكبير عندك مازن؟ ده الكبير؟ لا مازن اخر واحد. اللي طب الكبار صبيان ولا بنات؟ لا عندي بنتي الكبيره في اولى جامعه دار علوم، دار لون، ولروان ثالثه اعدادي. تمام. وباباهم موجود معاكم في البيت؟ لا والله هو معتقل. حبيبتي ربنا يفك اسره يا رب ويفرحنا بخروجهم جميعا. هو احيانا ساعدني احيانا يقول لي انا صليت يا ماما. يا مازن انا اللي شايفه، انا صليت والله. يرجع يا دكتوره يقول لي انا صليت ومتودي، انا متودي ال 24 ساعه. لا انا صليت فعلا امبارح، انا بحلف بنيه امبارح. طب اسمعيني بقى، انا مش صليت. بص يا دكتوره بقول لك ايه، والله العظيم والله العظيم صليت، بس انا صليت على الناس. استغفر الجيل ده جيل صعب قوي يا ام مازن، ربنا يعينكم والله. طب اسمعيني اسمعيني هجاوبك يا حبيبتي. الاول ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان يمدك بملائكه من عندي، يا رب مدك يا ام مازن بملائكه تعينك يا رب، وتيسر لك امورك وتقضي لك حوائجك، ويحب فيك الخلق كده يبقى يقضي لك حوائج. اللهم امين. وفك اسر يا رب اسيركم على خير وعلى عزه وعلى نصر، اللهم امين، هو وكل الناس. طيب الابن الجميل اللي عنده مخ بيفكر، ده خلي بالك المخاخ دي، الجيل ده كله كده تودى متودى ال 24 ساعه. طاهر الطاهر الشريف اللي بصي لا يمكن ما ينقضش وضوء 24 ساعه متودي. طب صلي، بصلي على النبي او بصلي في سري، صليت في سري خلاص. ويبقى يقول انا ما بكذبش انا بقول الحقيقه. احبب اولادي ازاي في الصلاه؟ بصوا احنا دلوقتي هم قاعدين الحمد لله رب العالمين، لا شغله ولا مشغله، هم قاعدين. اقول لك تعملي ايه مع حفظ القران واقول لك ايه مع الصلاه. حفظ الصلاة في البداية، أذن كلنا لابسين إزدالتنا ومستنيينك، والله قاعدين صلينا السنة وقاعدين، يلا يا ابني عشان ما نتعطلش، يلا حبيبي. وتصلوا يا تصلوا جماعة، ويصلي لو هو كان أحفظكم يصلي بيكم، لو مش كده خلاص صلوا مع بعض أو صلوا كل واحد فرادة. المهم الأمر الثاني في موضوع الصلاة، يبقى أنا ساعة الصلاة كلنا قاعدين ومستنيينك، لا والله هنصلي مع بعض، هنصلي مع بعض، صلي يا ابني بلا إصلاح، إصلح حالك صلي. بقول مرة، المرة الثانية يا جماعة ثلاث دقايق بالظبط وهنبتدي هنقيم، يا جماعة خلاص اتوضيت، أختك اتوضت، أنت اتوضيت، أنت كذا. بعمل إيه؟ بص بجهد من 7 لـ21 يوم، عيني في وسط راسي على الخمس صلوات. بزن زن بزن، بس زن لطيف يعني، بزن الصلاة اتوضوا إن شاء الله 7 دقايق بالظبط لكل عيل فيكم 3 دقايق، وأنا دقيقة تلاتة بسرعة كده، يلا على الصلاة، يلا على الوضوء، يلا الصلاة. ساعة ما هقول له هقيم انتهت. بعمل ايه؟ بعمل زي بقول لك سبوتات، زي كده جرس انذار في المخ كده، هنصلي هتتوضى، بتزن عليا بتقول فاضل اختك، لما تيجي الاخت الثالثه طلعت الدور عليك، هيعمل ايه؟ مخه مؤهل اصلا ان هو عامله له ايه؟ عامله له اضاءه بتقيد وتطفي كده، اختك الكبيره داخلك، الوسطانيه الدور عليك، انا دخلت يلا خلاص، بيعمل ايه؟ مخه دايما فبيبقى حتى يلا خلاص فبيستجيب. لكن صلي صلي، صليت لا مش عارفه ايه الاعمال، لا ما نسيبش الامر كده 21 يوم لشهر الامر في الخمس صلوات، حتى الفجر، حتى والله ابدا وصيه لابوكم، والوضع اللي احنا فيه محدش عارف الاجل امتى ولا حد عارف هنعمل ايه ولا كذا، والله ابدا ما تردولي اقف قدام ايدين ربنا ويقول لي ضيعتي كذا، تردولي اقف قدام ربنا ويسالني لا في الدنيا، يلا خش على الصلاه.
يبقى الامر ده ما فيهوش بحب مره وبحزم مره وبلين مره. بس احنا والله لو قعدتوا ايه قاعده مستنياكوا يلا هنصلي كلنا مفيش حد قدام عيني كلكم مره في مره مره في مره هيبقى ديدا وهيبقى حاجه. بس ايه مش شهر وخلاص نرجع بقى يلا براحتكم، لا برده نفس الامر بس بقلل الحده شويه وبعد كده بسيبهم هم بيبقى الامر ذاتي. النقطه الثانيه بتاعت القران لما اجي اقول له يا ابني احفظ يا ابني كذا، لا انا بثبت وقت. خليكم بس امهات ناصحه وسيبكم من كل القصص ونعمل والله وبنحفزه وقت وقت. احنا عندنا وقت يا اما تختار الوقت اللي بعد صلاه الفجر يا اما تختار الوقت اللي هيبقى يناموا فيه ويصحوا بعد صلاه الظهر، يبقى الفتره ما بين الظهر والعصر. العصر المغرب مثلا يبقى ده الوقت المذاكره اللي هو محدد له مذاكره كذا كذا كذا. من المغرب العشاء ادي الاذكار وده من العشاء للساعه اللي بنقولها قبل النوم وخلاص وانتهينا على كده. لو ناموا في الفتره دي هيصحوا الفجر في نفس الميعاد ولا هيبقوا متوترين ولا عايزين يناموا ولا معمصين ولا الكلام. نكتب والراوتر تسحبيه كده وتاخديه وتنيميه في حضنك الراوتر ماشي، تنيمي الراوتر وتاخدي الموبايلات وتقفلي الباقات. مفيش، هو ده الوقت بتاع النوم، ده الوقت بتاع كذا. في البدايه هيبقى في قلق بس بعد كده هيبقى في تعود. علاج موضوع القران ومتابعه وحفظ القران، بحدد وقت وبقول عدد من الايات والتكرار 5 ل 10 لكل ايه، وبعدين الايتين 5 دي، وبعدين الايه الاولى والثانيه 5 وهكذا او 7 او 10 حسب ما يجيب. وراجع في الاسبوع، عندي يوم براجع فيه ما باخدش فيه حفظ، براجع فيه على اللي انا عملته في بقيه الاسبوع. هو ده. لكن انا اسيب كده لا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدر ابنك ويقر عينك به ويقر عين ابوه ويقر عين النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله من مقيم الصلاه اللهم امين ومن اهل القران اللهم امين يا مماثل.